دكتور عادل الريس موجود مع اليوم بفقرة سانتي، وتحديدا اخترنا نهار السبت لحتى يكونوا كل الولاد والأمهات عم يقدروا يحضروا هالموضوع يلي كتير كتير مهم. رح نحكي عن علاج الأمراض الصدرية بالتقويم، بيساعد على التنفس، بيساعد على أنه يشفوا أكتر بسرعة من بعض الأمراض الصدرية والالتهابات، وما يعود في اليوم ولا أي خطر حكيم على أي ولد اللي كان من جراء التهاب رواية، برونشيت، التهاب الزعيم وغيره. ما بعرف شو التفاصيل، رح ناخذها كلها منك اليوم. اهلا وسهلا فيك. ميرسي، اهلا فيكي. بدنا نحكي اليوم عن كيف بدنا نعالج ما رح اقول الامراض الصدريه، بس كيف بدنا نحسنها الامراض الصدريه. مؤخرا عم نشوف انه صار في كم حاله وفاه بلبنان للاطفال من وراء الريسبيراتوار، يعني صار في توقف بجهاز النفس. توقف بجهاز النفس عم بيكون لانه عم بيطبقوا هالروايه، عم بيكون معبيين التهابات عمل اتسترا. هلا من 100 سنه بيطبقوا الروايه، قد ايه بنسمعها هالكلمه، طبق روايه، طبق روايه. ايه صحيح، بحس انه روايه مطبقه، يعني ما بنقعد نقدر نتنفس، ما فيك تنفسي. ايه أوكي. ما هو كيف واحد بيتنفس؟ عندك 12 ضلع يمين و12 ضلع شمال، السيرنوم والعضله التحتانيه يلي هي دايافراغم. دايافراغم، اذا فينا نفرج الصور هلا بليز على الشاشه لنعطي هيك مثل شرح سريع. دايافراغم هو ثاني اهم عضله موجوده بالجسم، اهم عضله هي القلب. الدايافراغم مثل ما شايفين هي هيدا بالزهر على الشاشه اللي بتجي تحت الريه، شكلها مثل الباراشوت، وظيفتها هي مضخه بتضخ، يعني بس تاخذي شهيق يفوت النفس تنزل، وبس تاخذ زفير بتطلع. سو هي اللي بتخلي هالريه تشتغل. من دون الدايافراغم نحن منموت. اوكي، اذا انشل الديافراغم دغري الانسان بموت. شو اللي بيضر هالديافراغم؟ الديافراغم اللي هو عضل بالنهايه بيتعب. عضل احمر، من شان هيك احنا لازم نضل مرين هيدا الشيء. الكل اللي بيغنوا، كل اللي بيغنوا البروفيشنال سينجرز هن بيغنوا من ورا الديافراغم. تسالي حيالله حدا توب سينجر بيغني من الديافراغم، بيعرفوا يمرنوا. هلا نحن بدنا نعلم الاهل كيف بدنا نشغل هالديافراغم. هلا من 100 سنه صار في كريزة الانفلونزا 1918-19، الابيديمي دو غريب، مات وقتها ملايين الاشخاص من وراء الغريب باوروبا. اقل بلد انضر هو بامريكا. ليه؟ لانه كان في زملاء القديمين الاوستيوبات هن يلي عالجوا مئات الالوف، خلصوا مئات الالوف العالم بواسطه المانيبيولاسيون او التكنيك اللي بنفرجيها هلا بعد شوي صغيره. وهيدي المانيبيولاسيون هي اللي خلت هالمهنة، مهنتنا تصير معترف فيها بأمريكا، ونكون نحن لجت، يعني لجت مثلنا مثل حيالله بروفيسيون طبية بالعالم شرعية. صارت شرعية اليوم كمان بكل أنحاء العالم. قبلا كانوا يفتكروا أنه تقويم العظام هو شغلة مثل شعوذة أو ما بعرف شو. هي من بعد من زمان كانوا يقولوا بيجبروا، اي او مجبر عربي. صحيح، انه تقويم العظام صحيح هو اختصاص، هو اختصاص طبي. ايه بس يلي خلينا نوصل انه نكون نحن معترف فيه بالكور ميديكال هي هالتكنيك يلي استعملوها وانقذوا فيها مئات الوف العالم. هلا مع الوقت نسيت هالحكمه هالتكنيك من وراء انتيبيوتيك. نعم، صار الانتيبيوتيك صار يعطوه كرمال بس يكون في التهاب الرية، بس تكون في بنمونيا. بس نحن هون مش بحاجه لدواء او بحاجه؟ لا اكيد، انا ما عم اقول الدواء بده يتاخذ، بس الدواء مثل ما لاحظتي ما عم يكون كافي، لانه الفيروسز والبكتيريا عم تعمل ميوتيشن. هون عم نشوف الديافراغم كيف بس تاخذي نفس بينزل، وبس تاخذي بس طلعي بيطلع. سو تخيلي انه هذا العضل ما عم يشتغل مزبوط، في 100 سبب وسبب لما يشتغل الديافراغم. شو بصير؟ الرية بتصير كسلانة، يعني المرض بيتملك فيكي، يعني هالطفل والأكسجين ما بيقعد يدخل بشكل كافي. يمكن سو بس يتملك فيك المرض او الانفكشن، ده هو الدايفراغم هون شكله مثل باراشوت بيجي، بس يتملك فيكي هالمرض خلص فيني لا انتيبيوتيك ولا شيء بعدين بده يشتغل فيكي. ده صار عم يصير في حالات وفاة، يعني ما بيقعد في مجال للتصحيح من بعدها، يعني اذا تعبت هالقد الرية او الديافراغم. حتى تعبت ما في، رح نفرجي كيف، رح نفرجي نرجع الاهل نرجع من نشيط، رح نفرجي هالتكنيك اللي بدنا نعملها هي كرمال الاهل يشتغلوا على اولادهم، وكمان حتى الحكمة فيهم كمان يشتغلوها، بيدياتر فيهم يعملوها كمان على المرضى تبعولهم الصغار، لانه برجع بقول لك الانتيبيوتيك لحال
ما عم بيأدي. نعم دكتور، حكينا عن الأوستيوباتي، تقويم العظام يلي هو صار طبي 100% ومعترف فيه. خلينا نذكر، لأنه نحن بنعرف كمان يلي بيعرفوا الأوستيوباتي بيعرفوا أنه فينا نحن نرد كتف، ورك، كاحل، يعني الأشياء العظم 100%. لكن اليوم عم نحكي عن موضوع تاني، يعني عم نحكي عن موضوع طبي بيشتغل بالعضل، بالنفس. بنعرف أيضا ليلي شوي هيك مطلعين أنه كمان ممكن يساعد بالحنك، بكز سنين، وا وا وا. يعني خلينا نرجع نذكر شوي ب ما راح اقول خدمات، ولكن افاده تقويم العظام. هو تقويم العظام، يعني العظام هي تقريبا كل الجسم. يعني الانسان شو ميسكولوسكيليتيك، يعني عضل وعظم 70% بشكل من حجم البني ادم. سو كل شيء هو بيتحكم فيه الاعضاء هي من وراء الكولوم فيرتبرال. يعني حيلا عضو من اعضاء جسمك اذا في عندك مشكله بهالعمود الفقري ما بده تشتغل. سو كاوستيوبات وظيفتك انك تركب هالبازل محله. فينا نشتغل اوجاع، فينا نشتغل صحه عامه كمان. اكيد، يعني مثلا هلا الشيء اللي بدنا نعمله اليوم هو يعتبر صحه عامه. يعني هالطفل المريض يلي كل صدره مطبق وبلغم وما عم يقدر يتنفس وحرارته 40، وكانوا بالزمان قبل 100 سنه كانوا يموتوا. وهلا حاليا كمان عم نشوف كم حاله كمان مؤخرا من البلد، سمعنا انه كم حاله اطفال كمان توفت من هالموضوع. وهذا الشيء صراحه علاجه كثير بسيط. نحن رح نشوف اليوم كثير كثير هين، يعني ما بدها شيء. كل الخبريه هي انه ترجع تعملي، ترجع تضخي هالديافراغم نرجع يشتغل. كيف بس واحد يعمل كريزه قلب ما بنعمل سي بي ار للقلب تيرجع تضخي له دم تيرجع يشتغل القلب؟ نفس الشيء في مانيبيولاسيون للديافراغم. من اي عمر بنقدر نبلش نستخدم؟ نهار واحد، إذا عمر ساعة طفل فيك تستعمليها، من عمر ساعة لعمر 99 سنة. كم مرة بالنهار لازم؟ حسب قد مشكلته متقدمة لهالطفل. يعني إذا كان مثلا وصل لمرحلة إنه خلص ما عم يقدر بقى يتنفس أبدا، فيك تعمليها 3 مرات بالنهار، على يومين بيتحسن 80%. أوكي، ومع الدواء أكيد بيكون عم بيصير أفضل بكثير. عم نحكي أكيد مع الدواء، بس عم نحكي هيدا أن بلس. يعني دائما الزيادات منا غلط، اذا فيك كل شيء فيك تعمل زياده لتحسن صحه المريض باقل ضرر ممكن من دون اثار جانبيه، اتس فيري جود. نعم، وبرجع بقول لك هاي التكنيك ملايين الاشخاص خلصني من حياتهم، مش انا، الانسسترز من 100 سنه بامريكا، وانا عم استعملها دائما. يعني مثلا اولادي ولا مره خليتهم يعوزوا مره انتيبيوتيك. نعم، وهلا اولادي موجودين. بنستبق الامور يعني كمان ببعض الاحيان فيك تعمليها بريفنشن. يعني هلا مثلا هاي التكنيك اذا مثلا شفنا حدا من اولادكم بلش يسعل وبنسمع هالصفير بالنفس، مش دغري مش دغري انتيبيوتيك واخبار ودواء وكل شيء. عم نسمع حدا حايس برا. هيدا هيدي ادريانا. هي ادريانا بنتك. ليه سنه ليه جبت الاولاد اولادي انا بالذات لفرجي انه هاي التكنيك ابدا منا خطره، لانه اول ما تشوفوها فيك العالم تنقز منها للتكنيك، لانه فيها شويه بريشر. بس جبت الاولاد قصدا، اولادي انا لا نفرجيهم. نعم. خلينا، انا هلا التهيت بالاولاد دكتور لانه كثير مهضومين. راح نشوف رالف وادريانا. رالف عمره 10 سنين، ادريانا عمره سنه تقريبا. جبت اثنين لانه راح فرجي اذا عندنا مثلا ولد كبير شوي مثل رالف كيف نعمل المانيبيولاسيون، واذا عندنا بيبي مثل ادريانا كيف نعمل كمان المانيبيولاسيون. بعد عندي سؤال قبل ما تبلش تفرجينا اللايف ديمونستريشن، ممكن ياثر على كل الفوار ريسبيراتوار؟ يعني نحن لما نفتح الروايه النفس تلقائيا حتى لو كان المنخار مسكر. الديافراغم اللي هو قلت لك ثاني اهم عضل بالجسم، لمن الديافراغم بيشتغل مزبوط الرئه بتتحسن دوره دمويه تبعولها، المناعه تبعولتك بتصير دوبل وتريبل كوادروبل كمان ساعتها، كل شيء بلغم كل شيء انفكشن بده يطلع ساعتها، بس اهم شيء هالدايفراغم المضخه تشتغل. نعم، اذا ما عم تشتغل ما في شيء. والاكسجين اليوم قد ايه مهم كمان بشفاء الانسان، هو يعني كميه الاكسجين. Exactly. ما انت عم تقدر تاخذ اكسجين من وراء هالمضخه. سو لما نكون عم تشتغل الا من مضخه اكسجين بيتحسن وكل شيء بيتحسن. رالف صار جاهز، تفضل. هلو رالف، ما تبقى قد ايه مهضوم انه لابس مثل بابي. اوكي، شو بدنا نفرجي المشاهدين؟ بس نفرجيهم بس شو صغيره. بس فيك تشيل الجاكيت بليز؟ لا بتنزعت لنا اللوك يا دكتور. بس لفرجي. سو هات نفرجيكم كيف بيكون، كيف بدنا ناخذ الريبيراج. القفص الصدري هو ببلش هون وبيخلص هون، يعني اذا بتعدوا هذا الحوض حطوا ايديكم هون على الحوض، بتحطوا زي هون او تلاقوا الضلوع. هيدا الديافراغم يكون يبلش هون
بيجي من هون ل لتحت القفص الصدري. شكله مثل الباراشوت. على كل حال العظم بيحدد اكزاكتلي سور الباراش. طب قلنا رح يكون العظم الديافراغم لما بيصير في مرض معين هالديافراغم عم بيصير ما عم يشتغل مزبوط، لانه لو كان عم يشتغل مزبوط اصلا ما في شيء اسمه مرض. حتى لو في H1N1، حتى لو في حيلا فيروس قوي، اذا كان عندك قفص صدري كثير شغال مزبوط مناعته للانسان بيكون كثير قويه. من وراء الاكسجين اللي عم بيدخل بشكل سليم جدا على الجسم، من وراء الوظائف تبع الجسم كلها بتكون عم تشتغل مزبوط. بس لانه هلا اخر فتره الاولاد قاعدين لشغله لعامله ايباد و عن جد مش مثل قبل، ما بيفزوا يعني ما عم يشتغل هالقفص الصدري. حتى القعده كنا عم نحكي، حتى البوستشر كمان كلهم عم بيكونوا محاربين من ورا، وكل الوقت هيك بتحس انه النفس مسكر، يعني من هون هالرويه عم بيكونوا مزبوط. بلس نحن هلا بلبنان الفيروسز كمان ما شاء الله كل ما قال عم بتصير زياده، سو ذاتس واي عم بيكون هالامراض يعني مورتال عم بتكون. نعم يا قوم تنفرجيهم تفضل. رح نشوف لك هنا كيف ممكن الاهل يقدروا يساعدوا اولادهم لحتى يكونوا عم يتنفسوا بشكل افضل، ولحتى بحال في مرض يرتاحوا الولد الاولاد. هيدا كيف مش عم نقول كيف السي بي ار للقلب، هلا رح نعمل للديافراغم. نام على بطنك، لا بالقلب، حط وجهك هون يا عمي. خلونا نشوف ادريانا، قلنا ساعه ناطرينا تفضلوا. يا نام على خدك مثل ما بنعمل بالبيت، بس كون انت مالت. سو نرجع نقول نذكر قلنا هون ضلوع بيخلصوا، بنحط ايدينا على هالمنطقه، حتى لو كان عم يبكي، حتى لو كان عم يصرخ، حتى لو كان حرارته 40 ما في مشكله، بس هيدا ابوي يعني ما منشد كثير. التريتمون رح يصير من تحت هيك، ما في شيء بيخوف. بصير يقولوا لانه في مت بيقول انه اذا منطب لورا بينضر السنس، هذا كله خرافات، كل الابحاث بينت انه منعد دكتور منعد كم حركه. ايه هلا بقول لك كيف. سو كل الابحاث قلنا كنا بنقول كل شيء لورا بينفع ما بيضر البني ادم، اوكي سو ما تخافوا. وحتى لو حتى لو عليت لهالمرحله، كل ما تعلي كل ما عم تخلي هلا رالف إلي أمبو سوبل، يعني هو لين زيادة لأنا دائما بشتغل عليه، بس يمكن غير أولاد كثير مرتاح راف عم يعمل مساج هلا. سو دقيقة واحدة كافية لترجع قلع هالديافراغم. هلا فيكم تبلشوا شوي وتعلوا كل نتفة زيادة. نعم. هلا اللي عم نعمله اللي عم تعمله هذا الشيء ديافراغم عم تمغطيه من قدام، يعني عم تعملي له ستريتش، لأنه هو ديافراغم اللي بيكون ما عم يشتغل بيجمد محله. سو لما تلقطوه بهالطريقة وبتعلوا بتكونوا عم تجبروا لديافراغم انه يشتغل. فينا كمان زيت نعمل سايد. شو رالف موجوع شيء؟ هلا من بعد ما تعملوا يمكن يصير في شويه سعال زياده، هذا بيعني انه بلش يشتغل. وهيدي ادريانا عندك. ادريانا كمان بنقدر نعمل لها زيت الشيء؟ كيف لكن ما بينزعج الولد، ما بيضيق خلقه، ما بيبكي، ما بيضيق النفس او بيرتاح اكثر. بالنهايه الفرنسوي بيقولوا بوغ فير اون اومليت يفو كاسي دي زو، يعني اذا بدك تعملي هالعجه بدك تكسري، بدك تضحي بشيء نكزه صغيره، اذا بكيو شوي، اذا هيدا لصحتهم بالنهايه فيك تخلصي حياته للولد. يعني هيدا التكنيك هي نوعا ما سريه مثل ما بيقولوا، بس ما في شيء اسمه سري على صحه اولادنا. نعم. لازم دائما يصير في توعيه. لا ممنوع بقى حدا من الاولاد بلبنان انه نسمع انه ولد مات من وراء البرونشيت او بنموني. الحل كثير بسيط، يعني مع الانتيبيوتيك ومع العلاجات هاي المانيبيولاسيون صغيره بتخلص له حياته. يا عاد ادريانا دكتور خلينا نشوف بهالدقيقه الاخيره ادريانا فينا نرجع نلبس جاكيت تبين اللوك هيك قد حلو كل شيء في دودو. يا دار هلا مع الاولاد الصغار يا في دودو. حتى ليك اذا ما بدها تستجيب ما في مشكله، معلي شوي صغيره ما بيأثر. لا تعلي قد ما بدك ما بيصير شيء. بتعمل بوش اب ادريانا ما بيصير شيء، حتى لو بعدها تعزي بدهم يبكوا ما بيأثر. كمان بدك تراعي مع الاولاد تشتغلي معهم، لانه بالنهايه اذا الولد كان مريض وطبق رويه عم تخلصي له حياته. اذا عزبك شوي صغيره وبدقول للاهل ما يخافوا انه يشدوا لفوق، هاي الايد بس بتثبت. نعم.
ما تشده لتحت فيها للايد بس سبته بس نهدي لحتى ما يزي حيامي exactly. الشمال هي الشغل كله رح يصير من تحت كامل تفتحه هدي أفراغم نعم ثلاث مرات بنهار على يومين بيمشي الحال مفروض يرجع يشتغل ديافراغ ويرجع يقلع كل شيء أنا بدي أقول لك thank you دايما بتعطينا كتير توضيحات حبتني صرنا كتير أصحاب رح ناخد بريك صغير ومنرجع مع نيتشر باي باي